تحت شعار مهرجان العنب دعامة أساسية لتحقيق التنمية المحلية، افتتح مهرجان العنب بجماعة الشراط إقليم بن سليمان. المهرجان في نسخته العاشرة يحتفي بالإنتاج المحلي والوطني لفاكهة العنب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بحضور شخصيات سياسية وازنة. وحنا اليوم عندنا واحد التصور في المستقبل أننا باش نوصلوا إن شاء الله نتخطاو العتبة ديال 2600 مستفيد في إطار واحد المخطط اللي هو مخطط عشاري ديال 2017-2027. فهو يعني فضاء اللي كيتلاقاو فيه المنتجين وكذلك يعني المسوقين، وهو يعني مهم جدا في إطار تنمية السلسلة اللي كيدعمها مخطط المغرب الأخضر، واللي يعني هذه السلسلة كتعتني بالجانب ديال الإنتاج. التظاهرة الفلاحية تشمل 80 عارضا في قطاع الكروم، فضلا عن أنها فرصة لتشجيع الفلاحين الصغار على الإنتاج، وأيضا التعاونيات المحلية والوطنية أمام إنتاج يفوق 35 طنا في الهكتار بإقليم بن سليمان. يبقى التسويق عقبة أمام عدد من المنتجين. كنديروا إنتاج 8 منتجات فلاحية، ومن أهمها هو العنب والخل ديال العنب. حنا كنقوموا بعمليه ديال تسمين المنتوجات الفلاحيه العنب. العنب اللي كنعملوه هو العنب الاصناف، جوج الاصناف، ميسكا الكسندري وميسكا ايطالي. النتيجه ديالهم كانت مزيانه بالنسبه للموسم. إلى جانب الأنشطة الفلاحية، المهرجان يضم عددا من الأنشطة الموازية الأخرى كعروض تبوردة وسهرات فنية متنوعة.